السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راح نقدم لكم واحد الأسئلة اللي ديما تتعاود في لي سوجي تاع لونغلي. طبعا لونغلي ماشي كيما الفرنسي، الا تفهموا واحد الأسئلة واحد يعني النقاط اللي تقدروا تربحوا بهم نقاط في الفرنسي، لا لونغلي لازم تركزوا على الأسئلة. يعني كاين واحد 18 سؤال اللي تعاودوا ديما، وكاين واحد البارتي تاع جرامير تاع قواعد، وكيما هاك لازم هذوك ترجعوهم. واوسي كاين الفقره، سما ماشي شويه صعب من لونغلي، بصح ان شاء الله مع هاد لي فيديو ما تكونش صعيبه. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه، وما بقى لي غير نقول لكم هيا نبداو. اول حاجه في لي سوجي تاع لونغلي هي choose the general idea of the text. The text about what is about or about what, about A or B or C, like this. A or B or C راح تكون مثلا counterfeiting, imitation, astronomy, like this. سما موضوع النص أو بالأحرى الفكرة العامة للنص على واش تحكي، سما تحكي على تزوير، تحكي على عملية تقليد تاع المواد، تحكي على الفساد، تحكي على الفضاء كما هاك. أما السؤال الثاني are this statement true or false، هذا السؤال ديما يتعاود في السوجي، سما هذه العبارات صحيحة ولا غلطة. نصيحة انه في الطريقة اللي تجاوبوا بها يعني في الـ true or false راح يكون جدول، يعني إذا كتبتوا الجملة كاملة وكتبتوا معها true or false راح تديكم بزاف وقت وراح تكون مشوشة للمصحح. إذا كتبتوا غير حروف راح ما تساعدش المصحح، يعني بدل ما تربحوا بها نقاط راح تضيعوا بها نقاط، لأنه المصحح يوم الاختبار ما راحش يركز ياسر مع التصحيحات هذه، ما راحش يدير ابغفياسيون تي واش معناتها، ابغفياسيون الاف واش معناتها، راح ديريكتومون يصحح بما فيها، ديروا له ترميز للفقرات أو بالأحرى الجمل اللي عطيهم لكم. اما ترو وفولس راح تبينوهم مليح، سما الجمله ا راه الاسم تاعها ترو، الجمله بي راها مثلا كما نقولوا ستيتمنت ترو، ستيتمنت فولس لايك ذيس. اما السؤال الثالث ان ويتش باراجراف ديد يو منشن ذا وورد، بالعربيه في اي فقره وردت هذه الكلمه، يعني وين لقينا، يعطينا واحد الكلمه ويقول لنا هذه الكلمه وين لقيناه. انا نروح دركا واش ندير باش نجيب الكلمه، يعني الفقرة اللي واردة فيها هذه الكلمة، نروح نشوف الكلمة وين فقرة أولا في النص، وين راها يسمى، وين راها، وين راح حاطها، ومن بعد نحسب الفقرات. الفقرة باش راح تكون، راح تكون يعني كما يسمى يكون واحد لي باردون، يكون واحد لي لين كيما هاك، تكون هنا بوان وهنا كاين واحد الفراغ، هذه بداية الفقرة وهذه نهاية الفقرة باش تبدو عارفينها. لأنه مثلا أنا عندي هنا هذه، تبدو عندي هنا الكلمة، نروح نشوف إلا كان قدامها مثلا كيما نقولو فقرة زوج، أنا نقولو في الفقرة زوجة، فهمتوا؟ سما نحسب أنا بهذه الطريقة، نخلي الكلمة هذه الفراغ تاع الكلمة الأولى، ونشوف الفقرة الزوجة، ونشوف الفقرة الثالثة، ونشوف ونقولو الكلمة وراها، واش من فقرة منشند، وين لقيتها. السؤال الرابع راح يكون arrange the following statement according to text، رتب جمل كما جاء في النص، سما يعطيك جملات مفرقين ويقول لك على حسب النص انت يا رتبهم. هذه سهلة، نظن انه يعني اغلب الطلبة يربحوا فيها نقاط، يعني طريقة سهلة، يعني من بين الاسئلة اللي الانسان يعني ما يحلش فيها زعما شحال من سوجي، عفسة خفيفة تفهموا بها غير شويه تقدروا ترتبوا الجمل كما جات في النص بطريقه بذكاء. arrange the following statement become a paragraph، هذه ماشي انك تربطها بالنص، لا لا، هذه انك ترتب الجمل باش يولوا عندك فقره صحيحه. اوكي it's not فقره، اوكي السؤال السادس هو WH question. WH question وش معناها؟ الأسئلة اللي نلقاو فيها WH نلقاوها تبدا WH، ثم what who which when where، اوكي لايك ذيس. هذه الإجابة نتاعها ما تكونش yes or no question، هذه سموها WH question، سما الأجوبة نتاعها، وبيان كي نلقى سؤال يبدا ب WH لازم الأجوبة نتاعها نلقاها في الفقرة، في النص اللي راح عاطيهولي. اوكي أما الكلمات اللي لازم اننا نحفظوهم ولا الكلمات اللي لازم نقيدوهم، هي الا حليتوا بزاف سوجيات راكم راح تلقاوها سهله، الانسان اللي قادر يحفظها وما يحلش لي سوجي. كاينه هاو هوز هو ويتش واي وات وين
where, how far, how old, how long, how much, how many. أنا كتبتهم لكم أنا بالترجمة. لمن من أي ماذا لماذا متى وأين وكم عدد وكم ثمن وكم طول وكم عمر وكم تبعد. هذو درتهم لكم يعني كمثال، لأنه ديما 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 يتعاودوا في الأسئلة. كم يعني كم تبعد بلاصة على بلاصة، how old كم عمر فلان، how long of مثلا of this person هو كم طول الشخص هذا، how much how many like this. سؤال سابع هو yes or no question. yes or no question هما اللي لازم نكتبوا yes it is or no is not. هذه الأجوبة، هذا السؤال، هذه الإجابة تاعو، pardon، هذه هي الإجابة تاعو. يعني باش تكون لكم الصورة سهلة وواضحة وباينة، لازم yes or no question هما اللي تكون yes it is or no it is، باش نعرف انا وراني اسكو راني في WH question or في ال yes or no question. واش لازم ندير؟ WH question قلنا يبداو ب what، يعني what who why like this. WH لازم نلقاوها. اما في الاسئلة اللي لازم انها تكون yes or no question، واش لازم نلقى؟ نلقى does has had do have where or was or be. okay something like I don't know، مثلا السؤال يبدا لك بوز، يعني وبالاحرى مش شرط ووز، فكرتوني مش لازم ووز، تسمى ماشي لازم تكون في بدايه الجمله، تسمى هذا ماشي دبليو اتش كويستشن. قادر تلقى مثلا نص السؤال يبدا بكلمه كلمه كلمه كلمه، ومن بعد تلقى هنا ووز، ومن بعد تلقى كلام، ومن بعد تلقى علامه استفهام، تسمى تلقاه في وسط الجمله مش لازم بدايه الجمله. هذه هي البارتي الاولى، هذو سبع اسئله الاولين. السؤال الثامن واللي ديما يحكي على تايب اوف type of the text. type of the text are argumentative, perspective, descriptive, narrative, expository like this. okay كاين خمس انواع من النصوص وكاين حتى اكثر، ولكن اغلب النصوص اللي تجي في الباك هي argumentative. عندي لكم هنا الباك باش الى ما سمعتوش الصوت مليح راح تبان لكم في الكتابه، هنا الباك سما argumentative يطيح في الباك، والexpository يطيح في الباك. اوكي هذا واش نلقاو؟ نلقاو يحكي موضوع بحاجه يعني بطريقه سيمبل، سما contributing is our charge this. اوكي يعني بصفه عامه هو يمس ويمس ويمس كيما هاك، يعني راح يشرح لكم ولا يفسر لكم فقط. اما الحجاجي راح يمد لكم حاجه ويمد لكم ادله عليها، سما النص هذا يحتوي على حجج وبراهين. اغلب النصوص الاكسبوزيتوري ديما يتعاود، شوفوا الحلول نتوما ما تشوفوش النصوص، سما من الحلول تاع الاسئله وتاع لي سوجي احكموا على نوع النص اللي ديما يتكرر، قيدوا كيفاش يجي الاكسبوزيتوري وركزوا عليه. اوكي واش قلنا؟ قلنا الارغومونتاتيف يكون فيه حجج وبراهين، عندنا الارشادي والتوجيهي تكون نصائح وتوجيهات، والباك ما يجيش فيه نصائح وتوجيهات اغلبيه الوقت ما يجيش. الوصفي يكون يعني نوصفه في مكان نوصفه في شيء، والوصف يعني ما قريناش بزاف لونكلي، ولكن قرينا ست محاور اللي ان شاء الله في الفيديوهات الجايه راح نقدمهم لكم، نوريكم كل فايل واش فيه، يعني واش هي المعلومات واش هي الكلمات اللي لازم تحفظوها فيه. نفوتوا للسؤال التاسع اللي هو the text is are letter or interview or report. إذا كان letter راح يكون رسالة، الرسالة واش تكون؟ تكون فيها دير فلان، سما دير ويكون بشكل رسالة، ولتحت يكتبوا اسم، سما هنا دير فلان ويكتبوا اسم فلان هنا، سما تكون باينة ما تكونش مبهمة. interview يكون مقابلة صحفية، وتكون يعني A said B said A said B said، سما شخص يقول لشخص، مثلا أحمد قال، مثلا مش سيبا محمد قال، يكونوا شخصين يحكوا. اوكي اما الريبورت تقرير راح يكون يعني من I don't know تقرير about something about contributing about imitation about corruption about astronomy about food about obesity like this. اوكي سما الريبورت يكون تقرير فيه مثلا يهضروا على موضوع، سما السمنة هي وهي وهي وهي، الفساد هو وهو وهو، كما هاك سما تقرير على حاجة. سؤال عاشر the text is a website or a book or a newspaper. اوكي دروك لازم نفهموا كل وحده باش نقدروا نخيروا.
باردون الريبورت هو اكثر واحد يتعاود باش كيما هكا تركزوا اكثر على الاسئله. سؤال 10 the text is or about what or from what, from a website, from a book, from a newspaper. اذا كان from website راح نلقاو موقع موقع الكتروني باردون www8 يعني مثلا constipating.com اوكي. اما اذا كان book راح نلقاو اسم الكتاب سما I don't know اسم كتاب I don't know ليسونسيال اسم كتاب وراح تلقاو page number مثلا 3 page number 5 page number 2004 or I don't know رقم صفحة وصاي. Newspaper راح تكون جريدة وجريدة اغلب الوقت ما تجيش لانه يجي website اوكي. سؤال 11 اش بونس كوراو يبان دوك. سؤال 11 the underline word for the text اوكي. الكلمات يعني على واش تعود في النص مثلا انا يمد لي they يمدها لي ويقول لي على واش عادت في النص. انا كي نسمع كلمه they على واش راني نحكي انا كي نسمع they في النص على راهم يحكوا مثلا what على واش تعود مثلا the children بعدين نلقاو مثلا كيما نقولوا they or this or like this راح نعرفوا بلي يحكوا على children اوكي. راح نشوفوا يعني مثلا this قبلها حتى النقطة بعدها برضو حتى النقطة وقبلها حتى النقطة هذه الحدود هي اللي نلقاو فيها الكلمة هي اغلبها نلقاها قبلها ما نلقاش بعدها يعني في حالات يعني exceptional اللي نلقاها موراها بصح دائما تكون قبلها. نتمنى تكونوا فهمتوا ولو جزء قليل يعني اذا افدتكم خلوا لي لايك خلوا لي تعليق اسفل الفيديو اذا يعجبكم اذا ما عجبكمش انتقاداتكم اسئلتكم اقتراحاتكم استفساراتكم خلوها لي اسفل الفيديو. اذا مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه. وبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حظ موفق للجميع.